غانم صالح لوينم أحد رواد الدراما والمسرح في الخليج، عملاق الفن الكويتي، الإنسان المبدع أخلاقياً وفنياً، نجم من نجوم الكويت لن يتكرر. هاز كاروكتك؟ هي مربيني. شلون حمود هذا؟ حين موانس مفاد وانت حمود المنسدح. والله وما قالت. ما عليك زود. لا علي زود ونص. يبا ما يفي. لا علي زود، بينما هذه أخلاقك علي زود. حمود ما تبي. يقولوا الناس يبا حمود. بابا حمود، هذا رحمود، هالشكل. الله، إيه؟ حمودي راس القوطة. بطلقش أنا بطلقش. وانا شكو. هو ممثل كويتي، ولد في منطقة العوازم قرب قصر السيف، وكان والده يمتلك محل بقالة لبيع التمور والمواد التموينية. تزوج في عام 1960 وله 5 أولاد. ساهم بتأسيس فرقة المسرح العربي عام 1961، وعمل في عام 1959 في وزارة العدل بمحكمة الاستئناف العليا كسكرتير جلسة في الأحوال الشخصية. انتقل بعدها إلى تلفزيون الكويت وعين مساعدا لرئيس قسم المسلسلات ثم رئيسا لقسم المسلسلات حتى تقاعد عام 1983. أبيع اللي وراي واللي دوني وأبيع أهلي وأبيع الدنيا كلها وتبعد، مستعد أغمض عيوني وامشي وراك. سماء وعقب الملكة بدقيقة كشر عن أنيابه، طلع ويها القبيح كان يقول لي سمعي انت الحين زوجتي بحطك بحبل من رقبتك واسحبك لبيت أمي، وانت جارية عند أمي وتحت أمرها. بس ولا كلمة. عيب عيب، أنا اللي أقول محبوبة العالمة المؤدبة الخلوق، هذا كلام؟ لا تنسين إنهم ببيتنا، وين الاحترام وين التقدير وين الحشيمة؟ وانت يا ولد قماشة، نعم. انت يا اللي ما تستحي على وجهك ولا تنتخي، إيه؟ ولا ادب، إيه؟ ولا اخلاق. انا ظناك بنتي، إيه؟ بنتي تقول لها هالكلام يوم الملكة؟ بنتي اللي ما عندي اقوى منها ولا اعز منها. حشاشة يوفي بتخليها جارية عند هالقيفة امك؟ مالت عليك وعلى غيفتك من حالات غيفتك عاد. طلع له وخس من بنت وردة. نعم هالعلل انت متزوج عليه. شارك القدير غانم الصالح في العديد من الفعاليات الفنية التي تقام في مدرسته آنذاك، انضم إلى فريق التمثيل المدرسي أو بالأحرى إلى المسرح المدرسي، فكانت مشاركاته التمثيلية تقتصر على الفعاليات البسيطة والتي تقام في المدرسة، وعمل في إحدى المهرجانات المدرسية عام 1952 وجسد دور الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان من ضمن الحاضرين وزير التربية والتعليم ورئيس دائرة المعارف آنذاك الوزير المرحوم الشيخ عبد الله، فكان معجبا بأداء الفنان غانم الصالح، وفي نهاية المسرحية قدم له هدية عبارة عن قلم باركر تقديرا له. ألو، أم عائشة؟ جزاك الله بالخير، قرت عينك. إي، لا مهي جاية الحين، مكتوب جاي منها وتسلم عليك وتقول إنها مستانسة والهان عليك وايد تبي تشوفك. إي إن شاء الله حاضر، إن شاء الله اليوم. ها، أي حلوة الله يحلها، الكويت ما فيها حلوة الحين. إي، حاضر يا أم عائشة، ندز لها اللي تبيه. حلوة ولوز، ها؟ باباي؟ اي هم ندز لها باباي، بعد ايش تبي؟ ولا يصير خاطرك الا طيب. اي لا مستانسة وصحة ومرتاحة هناك وايد زين. اي زين، الله يسلمك، مع السلامة. لا ماني متأخر، بعد شوي انا جاي. Thank you.
رامي اعترف لي زين، هو انا يعترف للشرطي والشرطي يعترف للضابط ونطلع وخلاص. انا ما بك تعترفوا لي ولا ابي اشوف وجيهكم. واخروا عن وجهي، واخروا عن وجهي، ترك كلش واصف فيني لهني كلش يا ولا كلمه ولا كلمه. شب 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 انت 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 بالذات شب شب شب. من أبرز الأعمال التي قدمها الراحل الكبير غانم الصالح مسلسل خالتي قماشة، ومسلسل رقية وسبيكة، ومسلسل خرج ولم يعد، والتي قدم فيها أداء كبير مع النجمتين حياة الفهد وسعاد عبد الله، كما شارك في بطولة المسلسل الاجتماعي إليكم مع التحية عام 1985 مع الفنان خالد النفيسي والفنانة حياة الفهد. أنا قاعد أكشف على عيونها. حضرتك طبيب عيون؟ بس يلا بس يلا بس انضم يلا شب. وأنا اشدران إن عندك كيف؟ هز شوف أسمع، إن شفتك داش مكتبي حشيت ريوك حش. وأنا إيش قلت؟ قلقلت حنوجك بلا. خايف علم أختي غنيمة؟ علم أختك غنيمة شنو بتخوفني أنت بأختك غنيمة؟ أسمع أنت، لا يكون اشوفك تي مكتبي هني، حط بالك هذه اخر مره اشوفك تي مكتبي، فهمت؟ علمها يعني؟ علم، سوي اللي تبي تسوي. شوف انا عندي كل شيء يهون، ولا الناس تدري انك انت اخو مرتي. مدام كذي عيل كل شيء بثمنه. ابيك تنقلني من الوظيفه اللي انا فيها، مو انا اعد بيض وانت حضرتك راقد هني. وانا راقد بحلال ابوك انا؟ حلال اختي. اسمع، تبيني اصرخ؟ لا اسمع، شوف لك اي وظيفه بالشركه وعين نفسك فيها، اكتب القرار وهاتني وانا وقع بسرعه يلا. وكان له حضور مميز في مسلسلات اخرى مثل الحظ والملايين، زمان الاسكافي، حبابه، الغرباء، بولفلوس، يوميات متقاعد، الناس جناس، قاصد خير، سابع جار، الدردور، بيوت من ثلج، زارع الشر، دنيا القوي. انوافع انوافع وصبخ تراب. ها 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 ها، كلب كلب يا ينبح. ها ها، ماكو خير ماكو ان شاء الله. ها خبت بحفره. ايش اسمه حدره؟ ما شفته حدره. ايه حدره راح المستوصف يطق ابره. ايش حقه؟ يقول كله رثيمه. شنو كلارا؟ اي كلارا هذه تعدي تعدي مي شيء. إيه بس اخاف انهم نوموه هناك ولا حجزوه، ما سالت عنه. شلون اسال عنه يعني؟ اهد المحل واروح اسال عنه؟ هم بعد ما يصير. اي ما يصير تهد المحل. لا كلامك عدل، اول مره تقول عدل. اي اول مره. اقول نوافع تعال تعال. لا ابيك. ها اقعد السريح سريح. يا الله، ابي هذاك الدختر اللي جبته حق امينه طبيب. ايه رفيجك هذا تقول عنه. أما مسرحياً فيبقى دوره في مسرحية باي باي لندن مع حسين عبد الرضا هو الأميز خلال مسيرته الكبيرة. قدم الراحل غانم الصالح فيلماً تلفزيونياً بعنوان الفخ، وهو مأخوذ عن رواية الفخ التي صدرت عام 1983، وقد شاركه في البطولة الفنان جاسم النبهان، وأخرجها عبد الرحمن المسلم. غانم الصالح. حصل فقيد الفن الكويتي غانم الصالح
خلال مسيرته الحافلة بالإبداع والتألق على الكثير من الجوائز وشهادات التقدير من جهات رسمية وشخصية وصحفية، منها شهادة أعلام من محطة بي بي سي لندن عام 1969. هذا شيء ممكن تسأل العائلة. هو الحقيقة هم كيف يشوفونك في البيت؟ إيه، هو شوف، في بعض الناس في الحياة جاد وجاد جاد يعني تماما، ما توقع على مثل ما يقول على خشم الذبانة، لكن من يوقف أمام الكاميرا ينسى نفسه، أو على الخشبة ينسى نفسه، يتقمص ينقلب إلى شخصيته. في ناس لا، تجده سواء كان في الحياة أو على الشاشة هو طبع هو. أنا من النوع الثاني. جميل. إيه يعني في البيت صحيح إني لاب في أوقات تكون جادنا، مو إنسان دائما بس صاير مهرج، ها، ولا هو دائما بس كله يضحك ولا يعني في بعض الحالات يتطلب منك الوضع انك انت تمسك نفسك شويه وتكون حازن، خاصه اذا كان بالنسبه للاولاد او بالنسبه للاسره، ها، او عندك مثلا يعني حتى يتبان لك شخصيتك ولا تصير سايحه، العمليه سايحه. الرجل الطيب غير المتطلب ابدا في مسلسل الخراز، إلا أن أولاده لم يتنكروا له أبداً، ولله الحمد عاش بحبهم وعطفهم حواليه، ومثلما أعطاهم أعطوه. رحم الله الفقيد والأستاذ والفنان غانم الصالح، عملاق الفن ورائد من روائده.